تمكن مجلس النواب العراقي في جلسته ليوم الخميس من إقرار حزمة من القوانين، أبرزها قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائية وقانون الأوسمة والأنواط، إلى جانب قانونين يقضيان بانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ومكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك قانون تصديق اتفاقية الإطار بشأن الأفضليات التجارية بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، فيما لم يتحقق التصويت على 7 قوانين أخرى كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة. 5 قوانين تقريبا، لكن لم تكن بالقوانين من القوانين المهمة جدا ولها تماس بحياة المواطن، كانت عبارة عن تصديق على اتفاقيات وتصديق على انضمام العراق لهذه الاتفاقيات أو تعديل بعض القوانين بمادة واحدة أو مادتين، لكن القوانين المهمة والحيوية لا زالت لحد الآن لم يتوصل قائد الكتل السياسي إلى التوافق واتفاق حولها، وأجلت بعض مشاريع القوانين. وفي الوقت الذي تسببت فيه اعتراضات بعض الكتل واللجان البرلمانية بتأجيل التصويت على كل من قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون في قرارات هيئة المساءلة والعدالة ومشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كان عدم تحقق نصاب 2/3 كفيلا بتأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، فيما سحبت لجنة التعليم العالي مقترحها لتعديل قانون الخدمة الجامعية لعام 2008 لعدم إعطاء اللجنة المالية رأيها في المقترح. قانون المحكمة الاتحادية تم تأجيله لأنه يحتاج إلى نصاب 2/3 وغير موجود حقيقة، غير متحقق النصاب. والقانون الآخر اللي تم تأجيله قانون الخدمة الجامعية باعتبار أنه اللجنة المالية لم تعطي رأيها بهذا القانون، باعتبار أنه يحمل الدولة والحكومة العراقية أعباء مالية إضافية نتيجة المخصصات التي طلبتها لجنة التعليم العالي. وعلى الرغم من اعتراضات أطراف عدة على ما جاء فيه، إلا أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 قرئ قراءة أولى قبل أن يرفع البرلمان جلسته إلى 17 من الشهر الجاري. تمام عبد الحميد، السومرية.